يقول هناك بعض الأشخاص سواء كانوا في العمل أو في أي مكان خارج المسجد يصلون وهم يلبسون أحذيتهم، فما حكم ذلك وهل هو جائز أم لا؟ جزاكم الله خيرا. الصلاة بالنعال سنة، فلا حرج في ذلك إذا كانت النعال طاهرة تفقدها عند الدخول في المسجد، فإذا كانت نظيفة وليس فيها نجاسة صلى فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا في نعالكم خالفوا اليهود. كان صلى الله عليه وسلم مرة يصلي فخلع عليه في أثناء الصلاة، فخلع الصحابة نعالهم، فلما سلم عليه الصلاة والسلام أخبرهم أنه إنما خلع عليه لأن جبريل أخبره أن فيهما نجاسة. الصلاة في النعال سنة، إلا إذا ترتب على هذه السنة مفسدة من تلويث المسجد، خصوصا بعد أن تغير وضع المساجد في هذا الزمان، بلطت بالبلاط وفرشت بالسجاجيد، لا شك أن دخولها بالنعال يؤثر فيها، فحينئذ يكون الصلاة بدون نعال أحسن تفاديا لما يحصل من تلويث المسجد. أما المساجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى عهد قريب كانت تفرش بالتراب وبالحصبة فلا تتأثر بالنعال، أما الآن تغير الوضع في كثير من المساجد خصوصا في المدن حيث إنها فرشت، فدخولها بالنعال لا شك أنه يؤثر في فرشها ويسبب فساد الفرش وتلوثها بالتراب. نعم.